تعود وكالات التصنيف الائتماني من جديد لتثبت بأنها المحرك إما بزرع الثقة أو بزرع المخاوف في الأسواق العالمية عن طريق تهديدات أو حتى تحذيرات. هذه المرة تأتي من جانب تحرك وليس فقط تحذير من أكبر وكالات التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز التي تضع 9 دول من أصل 17 دولة في المنطقة الأوروبية تخفض تصنيفاتها وتراقب الوضع للبقية منها. مدى تأثير هذا الخفض في التصنيف وكذلك التحذير بمرور المنطقة الأوروبية بركود اقتصادي باحتمال 40%؟ كل هذه الأمور أناقشها مع ضيفي في الاستوديو السيد رهفان سيترمان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة. أحييك السيد رهفان وأهلا ومرحبا بك معنا هنا في دبي. وكالة ستاندرد أند بورز وقلنا بأنها هي فعلا من تحرك الأسواق هذه المرة، 9 دول من أصل 17 تخفض تصنيفها الائتماني في المنطقة الأوروبية أو منطقة اليورو، ما مدى تأثير هذا التخفيض؟ كان ذلك متوقعا، فقد كان يوم الاثنين الماضي كان هناك ايضا تصريح بانه قد يكون هناك احتمال لخفض تصنيف 9 دول اوروبيه، وايضا باستثناء فيتش والتي قامت باعاده تعديل المعدلات الخاصه بالتريبل اي، وايضا قالت انه قد يكون هناك احتمال لخفض تصنيف. وجميع الاقتصادات في الوقت الحالي من الوضع بالنظر الى اجمالي الناتج المحلي مقارنه بالدين فان هناك خفض وعجز، وايضا ينبغي ان يكون هناك خفض للتصنيف. وفي الصيف الماضي فإن S&P قامت بتخفيض تصنيف الولايات المتحدة، وبالتالي فإن أساسيات الاقتصاد الكلي أيضا تتراجع، وبالنظام العالمي فإن هناك في فرنسا وأيضا هناك أيضا لديها تصنيف تريبل إي وأسبانيا وأيضا إيطاليا والتي تراجعت إلى حد ما، وأيضا البرتغال والتي وصلت إلى تصنيف خردة أو أدنى مستوى من التصنيف، وأيضا قد كان هناك خفض تصنيف النمسا. وهناك الكثير من التأثيرات الكبيرة على أوروبا، لأن هناك ارتفاع في تكلفة الدين، وأيضا البنوك الأوروبية في هذه الدول التي تم تخفيض تصنيفها سيتم التأثير على الديون السيادية بها، وأيضا أسواق المال سوف تتأثر أيضا، وأيضا سوق العملات واليورو كعملة. إذا ما سألتيني فأنه بسبب هذا التخفيض فأنه سيصل إلى نسبة التعادل مع الدولار خلال 2 عامين، وبالتالي فجميع الأمور سوف تتأثر لأن هناك عجز وأيضا ركود في الناحية الاقتصادية، وبالتالي ينبغي أن يكون هناك تحول، وبالتالي سوف نشهد أن بقية العالم من الناحية المالية سوف يتأثر، وأيضا سيتم أيضا تعرض هذه الدول لبعض التضخم. هل تعتقد أنه عندما قامت ستاندرد أند بورز بتخفيض التصنيف في الائتماني الولايات المتحدة الأمريكية كان هذا أكبر شيء، يعني أكبر تأثير في العالم، والدول التي تأتي من بعد الولايات المتحدة مهما كان في تخفيض عليها لن يكون تأثيرها كما حدث في أمريكا، لكن بعد تخفيض الولايات المتحدة لم نلحظ تغيير بالنسبة لثقة المستثمرين على السندات الأمريكية، لم يرتفع العائد بشكل قوي على السندات الأمريكية، لماذا يختلف الوضع في الولايات المتحدة عنه في الدول الأوروبية؟ لأن الولايات المتحدة لا تزال تسيطر على العالم، فهي أكبر اقتصاد عالمي، وحتى إذا قلنا أن الصين هي ثاني أكبر اقتصاد إلا أن هناك فجوة كبيرة وهناك اختلاف فيما يتعلق بالقوة العسكرية وأيضا الملكية الفكرية، وهناك الكثير من الأمور التي الموجودة في الولايات المتحدة والديمقراطية، فلا يزال هناك قوة كبيرة في الولايات المتحدة هذا بلا شك. وإذا فيما يتعلق العملة فإن اليورو قد يكون بديلا، ولكن هناك أيضا نوع فإن الملاذ الآمن حتى الآن والأكبر ملاذ آمن في العالم هو إذا كان هناك انتقال من الدولار إلى العملات أو إلى سلة العملات. حتى الآن تم إثبات أن السياسة المالية والملاءة المالية جميعا تتحول، وحتى إذا كانت ضعيفة فإن الولايات المتحدة لا تزال حتى الآن غير معرضة للركود، ولكن مقارنة بالعالم فهي أكبر قوة في العالم فيما يتعلق بالسياسة النقدية، فإن لديها الاحتياطي الفيدرالي، وأيضا الدولار يعد ملاذا آمنا، وأيضا هناك لجوء إلى الدولار وهو أكبر
أقوى من جميع الأوقات، وعلى الرغم من الأزمات فإن السندات الخزانة الأمريكية هي الرهان الآمن، والجميع يتوجهون إلى الولايات المتحدة، وبالتالي فإن الولايات المتحدة لم تتأثر أنت على حق، ولكن بقية العالم أيضا في تراجع، فإن اليورو في الوقت الحالي أصبح إلى حد ما منفصل عن بعض الدول الأخرى، وأيضا فإن أيضا هناك صندوق الدعم المالي، ألمانيا وفرنسا، فرنسا لا يمكنها أن تقوم بالتمويل، وهذه هي المشكلة الحقيقية في أوروبا في الوقت الحالي. الديون الديون الديون، تخفيض العجز تخفيض العجز، هذا ما شغل أوروبا والعالم الفترة الماضية، ولكن ماذا عن تحريك الاقتصاد؟ وهذا ما تسعى عليه ميركل، حركوا الاقتصاد، هناك حالة ركود ستمر في المنطقة الأوروبية، دعوا موضوع الديون سيتم تسويته مع المركزية الأوروبية وغيرها من الجهات. هل تجد بأنه يجب الالتفات الآن إلى أمور بعيدة عن تخفيض العجز والسعي أكثر إلى تنمية الصناعة وزيادة عجلة النمو الصناعي؟ إن ذلك سوف يؤثر على الدول المقترضة وأيضا المشاركات المقترضة، وسوف يكون هناك بعد العدوى وتأثير العدوى على الآليات الأوروبية، وذلك لأن أوروبا وأيضا الصندوق الدعم المالي في أوروبا وأيضا بصفة عامة وأيضا يتأثر بألمانيا وفرنسا، وأيضا فرنسا في الوقت الحالي متراجعة، وألمانيا هي العملة الوحيدة أو الدولة الوحيدة التي احتفظت بتصنيف تريبل اي، وهذا بالطبع يجعل قد يكون هناك انفصال في الاتحاد الاوروبي، وبالتالي قد يكون لدى ذلك تاثير على بعض القرارات. بالطبع هناك ركود مقارنه باجمالي الناتج المحلي ديون باستثناء ألمانيا، وبعيدا عن المعايير الخاصة أيضا بذلك فإن هناك دين متماشي مع إجمالي الناتج المحلي، ولكن بالنسبة للعجز المالي نرى أن هناك ركود وأن ذلك سوف يؤثر سلبا على الركود، وهذا من المرجح أن يحدث في بعض الدول والتي لا يمكنها أن تلتزم بالضوابط الخاصة بالآليات الأوروبية، وبالطبع فإن ذلك سوف ينكمش، وبعض الدول سوف تتنحى عن منطقة اليورو مثل اليونان. من سيقوم بتمويل اليونان؟ فهناك تقريبا 130 مليار دولار في حاجة إلى تمويل اليونان، وبالتالي فإن الدول مثل البرتغال لا يمكننا أن نعلم ما هو المصير، وإسبانيا أيضا، فإن هناك كثير من البطالة والعجز، وإيطاليا أيضا التي تراجعت، فإن ذلك سوف يؤدي إلى أثر العدوى في رأيي. عندما نسمع اليوم من جيبي مورغان بأنه معرض بما قيمته 15 مليار دولار على مجموعة من البنوك الأوروبية، قد يخسر منها 5 مليارات، ويقول أنه ما يزال في المنطقة الآمنة، هذا عن جيبي مورغان، ولكن ماذا عن الدول الخليجية التي استثمرت كذلك في السندات الأوروبية، استثمرت في الأصول الأوروبية، هل ستعيد النظر الآن بعد تخفيض التصنيف الائتماني إلى موضوع استثماراتي؟ هل سنسمع قريبا من البنوك الخليجية عن تعرض وانكشاف على الديون الأوروبية؟ نعم، من الناحية فإن البنوك الأمريكية قد قامت بالاستثمار في أوروبا، وإذا قام جي بي مورغان بالانكشاف فإن ذلك شيء طبيعي، فإن هناك اتصال متشابك، وأيضا هناك الكثير من الاستثمارات، وأيضا هناك الكثير من الإدعاءات، وإن ذلك ينبغي أن نرى، وطالما أن الدول الخليجية متعلقة بهذا الأمر فإن هناك الكثير من العلاقات التجارية بين الدول الخليجية وبين أوروبا، وفيما يتعلق أيضا بالناحية الائتمانية فإنها محدودة، وأيضا كمصرفي فإن هناك الكثير من الائتمان، وهناك أيضا الكثير من الروابط الاقتصادية، ومن الناحية الاستثمارية أيضا بالنظر إليها فإن الدول الخليجية لم تقم بالاستثمار كثيرا في البنوك الأوروبية والمؤسسات المالية سواء الفرنسية أو اليونانية، وفي رأيي فإن الانكشاف محدود، وبقولنا ذلك فإنه علينا أن نرى شيئا إجماليا، لأن هناك بعض الشركاء الموجودة في الخليج وهي أوروبا، فإن هناك الكثير من الخطوط الائتمانية على المدى القصير والمدى الطويل، وإذا كان هناك مدى طويل فإن قد يكون هناك بعض التراجعات في الاستثمارات.
بعد أن أصبح الحديث الآن عن اليونان أقل مما كان عليه سابقا، هل تجد أنه بالإمكان مع كل هذه الفوضى في أوروبا أن يعاد النظر في إنقاذ اليونان؟ من يجد أن اليونان ما تزال فيها فرص مغرية، وأن أصولها الآن بأسعار تعتبر زهيدة، وأن العائد على السندات اليونانية فرصة مغرية، من يتطلع الآن إلى اليونان؟ اليونان في مشكلة كبيرة وعليها أن تعلن عجزها فإن الوضع في أوروبا في الوقت الحالي يشير إلى أن اليونان عليها أن تتعثر، وأيضا سوف يؤثر أيضا على الآليات الأوروبية، وأيضا فإنها فشلت في ناحية التحويل، فهناك حاجة إلى تمويل مليارات دولارات، وأيضا ينبغي أن يكون هناك تأكيد على أصحاب السندات وأن يتراجعوا عن ذلك، وقد ينبغي أن يكون هناك تخفيض لهذه السندات. وأين هي الاتفاقية؟ ينبغي أن يتم تنفيذ الاتفاقية، فإن الاقتصاد لا ينمو أيضا، ويمكنني أن أسدد ديني فقط إذا كان هناك بعض التوليد للأموال، ولكن إن لم أكن لدي الكثير من توليد الأموال أو رؤوس الأموال لن أقوم بالسداد، وبالتالي فإن اليونان لن يكون هناك أي دعم ينقذها، سواء صندوق النقد الدولي أو البنك المركزي الأوروبي، ولكن ينبغي أن يكون هناك دعم مستمر أو على المدى الطويل. بشكل عام بعد هذه الأخبار عن تخفيض التصنيف الائتماني للدول الأوروبية، هل تجد بأن هذا سيزيد العبء أكثر على اختبارات التحمل التي تمارس حاليا على المصارف الأوروبية، ستظهر نتائجها في أذار مارس القادم؟ Absolutely. فإنه بالنظر إلى الناحية الأساسية نرى أن هناك إعلان بعد نهاية العام، فقبل نهاية العام لقد شهدنا أيضا بعض المخصصات التي قامت بتخفيض هذا العدد في الموازنات الخاصة بالبنوك، والآن هناك عجز كبير، وهذا يؤثر كبيرا على سوق الإقراض حتى في دول الخليج، فإن هناك ارتفاع لتكلفة سعر الفايدة على الديون، وهذا تأثر أيضا الأسواق المالية قد تراجعت اليوم حتى في دول الخليج، لدينا أيضا نفس الأثر، وأسواق العملات اليورو تراجع، وبالتالي فإن أسواق السلع جميعها تأثرت لأن هناك ارتفاع في الدولار، وكل ذلك يؤثر إجمالا على جميع الأمور. سيد رها فانسي ترامان، وأنت الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، شكرا جزيلا لك. نتوقف معكم مشاهدينا من جديد مع فاصل قصير.